معنا هاتفيا من عمان الناشط السياسي سيد عبد القادر النايل. مرحبا بك سيد عبد القادر، كيف تقرأ استمرار هذه التظاهرات على الرغم من قمع القوات الحكومية لها؟ اهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. من المؤكد تماما ان التظاهرات مستمرة، هي تعبر عن انتفاضة مصمم عليها من قبل ابناء الشعب العراقي ومن قبل أبناء هذه المحافظات الذين أخذوا على عاتقهم أن التصدي والمظاهرات هي حل وهي أحد الوسائل لتغيير السلطة ولتغيير هذه العملية السياسية، لا سيما أن هذا اليوم يوم الأحد قد تم رفع سقف المطالب بطريقة واضحة تماما ووجهت السهام بطريقة مباشرة لأطراف العملية السياسية، ولذلك استفزت شعارات المتظاهرين حيدر العباد الذي بدأ يفي بتصريحات وإجابات حول اللافتات التي رفعت والشعارات التي رفعت ضدهم وضد حكمهم البائد الظالم الذي أوصل البلاد إلى نفق مظلم وكان ضحيته الشعب العراقي. لذلك هذا يؤكد على هناك وعي تظاهريا مجتمعيا على أن أطراف العملية السياسية غير قادرين على تنفيذ المطالب وأنهم ميؤوس منهم انهم سيصلون الى حل العراق. لذلك اتفقوا شعار الوطن هو شعار بالغ الاهميه لان عمليه استزاع الوطن بعد الانتخابات انما بالوسائل الخاصه ومنها التظاهرات استزاع الوطن، ولذلك هذا التصريح حقيقه اكد على الشعب العراقي عدوان مستمر نعم سيد عبد القادر الصوت يصلنا متقطعا، نامل ان يكون بصوره اوضح. اذا الشعب كما تفضلت يريد اسقاط النظام، هذا الشعار الذي رفعه المتظاهرون في التظاهرات، يعني ما دلاله رفع المتظاهرين سقف مطالبهم؟ هذه الدلاله تؤكد على ان المتظاهرون عندما رفعوا شعارهم باتجاه اسقاط النظام والعملية السياسية لأنهم يعلمون تماما لا أمل في إصلاح، ولأن حرسنا مدة اللحظة نعاني صراع 15 عام وهذا كفيلة بأن نواصل إلى مهم وهو إسقاط النظام بوابة أساسية في عملية التصريح وفي عملية بناء واستعادة العراق، لأنهم رفعوا هذا الشعار حقيقة في رأيي قبل أن تولد هذه المظاهرات عندما قاطع انتخابات تفوق ال 81% كشعب عراقي اولى اجتماع عراقي او اول اجتماع عراقي يؤكد على لا امل عمليه سياسيه، فهذا الشعار كان هو الابلغ والاساس والباب الرئيسي في عمليه اسقاط النظام التي دخلوا خلال التظاهرات توهج الاولى، ولذلك كنا مطمئنين على ان الشعار بدا بالخدمات سيرتفع وسيتبدد وقلناها وسنقولها دائما ان هذه التظاهرات وان اصل الشعب العراقي حقيقه يوجه اتهامه نحو اطراف العمليه السياسيه التي فشلت ولا يمكن لها ان تصلح حقيقه اي شيء في العراق ولا يمكن ان يكون هناك حل سوى اسقاط النظام. نعم، سؤال أخير أيضا العبادي، حذر المتظاهرين من التعرض للمرجعيات، وصف التعرض لهم بالخط الأحمر، وأيضا قال إن الدولة الظالمة تكتب فناءها بنفسها، كذا قال. هل يشعر العبادي أن دولته أو الحكومة كالمدينة الفاضلة العادلة؟ اولا العبادي رايتم انه ارتفع في سقف اتهام المتظاهرين بانهم مخربين متمردين بانهم فوضويين احرقوا مؤسسات، وهو كل هذا تبين من خلال سير الانتخابات بانه كذب، وثانيا هذا يعد حقيقه بعد ياتي العبادي من قمع الانتفاضه امنيا يعده تنازلا واضحا عندما يناغم بهكذا كلام، ولا سيما ان المتظاهرين رفعوا شعار ان الدوله الظالمه وحتى وان حكمتها المراجع وغيرها والدوله الكافره تقوم اذا كانت عادله، هذا الشيء او المتظاهر بالتالي هو اسد حيدر العباد وغيره لانه كانوا ظلما ولا يشارك، سيحكي ان في 1991 هناك انتظاما ظلم شعبه واتبع وكانت تبعيه للغير ولدول اقليميه كالنظام وكحزب الدعوه، لذلك هو عندما
حقيقة أنا أقول عليك لا يتجاوز على المرجعيات ذلك، لأن الكل أجمع على أن المرجعية هي أوقات حزب الدعوة إلى الصدر، وهي دعمت حزب الدعوة إلى الصدر. لذلك حقيقة هم من أوردوا سببهم، من أوردوا حقيقة الشركة أو الفساد على المرجعية. لذلك حقيقة العبادي موقن أن ظلمهم وصل إلى نهاية النفق، وبالتالي هذا الظلم الذي توجه وشهد على نفسه نعم وشهد على نفسه. من عمان الناشط السياسي عبد القادر نايل، شكرا جزيلا لك.